اسمي نبال زيتونة، سورية من محافظة السويدة جنوب سوريا. عمري 54 سنة. كنت أشتغل مدرسة سابقا بسوريا، وهلا حاليا بلبنان. اشتغلت مدرسة بريف دمشق حوالي 10 أو 12 سنة تقريبا. يعني كانت تجربة صعبة شوي، كان واضح سياسة الإهمال المقصود للتعليم في الغوطة الشرقية، عدم الاهتمام بالكوادر التدريسية، هذا من جانب. من جانب آخر التسيب في قبول الأطفال، وعندنا تعليم إلزامي بالمراحل الأولى، تسيب في مجال إلزام الأطفال وآباء الأطفال بدخول المدارس. كان يوصل الطالب للصف التاسع مجرد انتقال من صف لآخر، وما بيعرف يكتب اسمه. الإحصائيات اللي كانت تطلع لا تتناسب مع الوضع على الأرض، يعني هناك أمية فاضحة بمدارس الغوطة الشرقية حتى ضمن المدارس، لكن الإحصائيات اللي كانت تطلع إنه ما في أمية. كان في ضغوط، أولاً المسافات طويلة، كانوا ياخذوا المدرسين والمدرسات من بلدات بعيدة غير مؤمن، أي شيء يعني بده إياه المدرس، لأنه الطريق طويل بالنسبة للوصول للبلدي أو للمدرسة. فكل هذا كان يعاني المدرس، فيؤدي لإهمال الجانب الآخر اللي هو الأهم، الجانب التعليمي. وهذا كمان مثلا في مدرسين ومدرسات من مناطق الغوطة الشرقية بياخدوهن لأماكن أبعد من بلداتهم. هذا كان تابع للوساطات بالنسبة للفترة الزمنية اللي أنا كنت فيها، وأعتقد المراحل السابقة كلها بسوريا الكل بيعرف كيف كانت الأمور تمشي، ما في قانون ضابط لهذه الأشياء. بالنسبة لل يعني مضطرة أحكي عن الأنظمة الاستبدادية بهيك حالي. الأنظمة الاستبدادية بتحاول ما تجمع بين العلم والمال. الغوطة الشرقية معروفة أنها مناطق غنية، فيها زراعات، فيها معامل، صناعات، هاي الأشياء. فيفترض أنه يكون العلم، تفتقر للعلم. ريثما اجتمع العلم والمال يعني انهزم الاستبداد. طبعا بالنسبة للعمل النسوي كان جديد طبعا علينا جميعا، يعني فمجموعة من الصبايا انه فكرنا بموضوع لازم ندعم حقوق المرأة. المرأة مهانة بكل مكان، يعني سواء بالعمل او بأي مكان اخر، فلازم نعمل شيء هيك حركة دعم للمرأة. فبدأنا هذا الشيء ونجتمع مجموعة نساء متنوعات تعليمياً، طائفياً، مناطقياً. فبعد فترة طلبنا لفروع التحقيق، وكان الإيجابي كانت إجابة المحقق أنه المرأة أخذي حقوقها، ما في داعي. طبعا في ظل دولة البعث المرأة أخذي حقوقها، وأنتوا لما بتكون تشتغلوا من أجل حقوق المرأة فيكن تنضموا للاتحاد النسائي تحت راية حزب البعث. وانتهت طبعا، أكيد ما استمرينا بالعمل، تفرقت النساء وكل واحدة راحت بطريقها.